تم نشر صورة منذ أكثر من ساعتين تقريبا قبل الفطار لست ملقاة خارج سيارة إسعاف في شبين القناطر. بالسؤال عن اللي كان حاطط البوست ده اكتشف ان السيدة دي كانت أصيبت بغيبوبة كبد ودخلت مستشفى، وبيقولوا انها من خلال المستشفى اتصابت بالكورونا، فالمسعفين قالوا احنا ما معناش كمامات ولا جوانتي ورموها في فناء المستشفى ومشوا. وبعد التحري وخطاب مدير الصحة في شبين القناطر تم الإعلان عن أن السيدة دي جت يوم 3/5 فعلا مصابة بغيبوبة كبد، وتم عمل اللازم ليها، وكانوا شاكين عندها كورونا، عملوا فحص طلع أن فعلا عندها كورونا وهي حالتها إيجابية. وبيقولوا أثناء ركوبها لسيارة الإسعاف جالها تشنجات وحالة فقدان للوعي، وهاجت على مسعفين سيارة الإسعاف ورمت نفسها خارج السيارة. الحقيقة ايه؟ هنعرف المزيد ونوافيكم بكل ما هو جديد، لان الكلام اللي اتنشر في البوست حقيقي عاري تماما من اي مشاعر او احاسيس انسانية. كلام برضو مدير الصحة لم يكن هو المقنع في الامر، ولكن على الله كل حاجة.